فنيا النهارده الاهلي بقى لعب ازاي؟ حضرتك شفت لاعب الاهلي ازاي النهارده؟ ازاي الاهلي النهارده كان عنده نقاط قوه كثيره في هذه المباراه؟ النادي الاهلي النهارده كان عنده نقاط قوه كثيره، اولا من حيث الطريقه. طبعا هو لعب اربعه ورا، هاني وياسر وايمن اشرف وعلي معلول وديانج وحمدي، اثنين ارتكاز في نص الملعب، بس كان في مساحه اكتر النهارده لحمدي وديانج ان هم يتحركوا لقدام، بعكس المباراه اللي قبل كده اللي كان في شبه ثبات الاثنين من اللي في نص الملعب، سواء ديانج او حمدي لما بيلعب كنا بنشوف حمدي هو اللي بيبدا الهجمه مع الاثنين السرباكين من اللي ورا، ثالث في خط الظهر. النهارده ما كانش موجود. النهارده اللي كان بيبدا الهجمه ياسر وايمن، وكان بيبقى ظهير من الاثنين، وغالبا كان محمد هاني، وبيسيبوا حريه الهجوم لعلي معلول في الناحيه الشمال. والدليل على كلام حضرتك الكره الثانيه اللي حسين شحات جابها في القايم كان اسيست من حمدي فتحي من منطقه الجزاء، من جوه منطقه الجزاء. عنده تعليمات النهارده انه يتقدم، بعكس مباراه قبل كده. صحيح. واحنا هنرجع ونقول النادي الاهلي هو لازم طريقته تبقى كده في اغلب، مش عاوز اقول كل مباراة، ولكن في اغلب المباريات طبقا للمنافس اللي انت بتلعبه. ولما تشوف المنافس وقدراته، يعني النهارده فريق وفاق يعني ما بيضغطش بشكل كويس، عدم تمركز بشكل كويس، اي كوره بينيه بين الاثنين المدافعين بتسبب خطوره. ليه؟ لان واضح الاثنين مساكين بيلعبوا مان، يعني ما بيلعبش زون او بيقفوش في الاربعه بيبصوا على بعض، لا كل واحد بيجري ورا المان بتاعه. فتلاقي واحد من السردباكات الاثنين واقفين جنب بعض، والمان نزل فراح اتحرك معاه، تلاقي بيرستاو جاي ورا الظهير الثاني، كره تتلعب له، كور كتير اتعملت بالشكل ده. صحيح. فواضح ان برضو الفرقه، فرقه وفاق، وعدم تمركزها بشكل كويس وعدم ضغطها، يمكن كانوا بينكمشوا وكلهم موجودين في نص ملعبهم، بس موجودين من غير ضغط، يعني اي تحرك لاي لاعب نادي الاهلي خلف المدافعين او وسط الملعب كان بيستلم الكوره باريحيه. النهارده الميزه اللي عند النادي الاهلي ايه؟ الاربعه اللي قدام يعني يمكن كان اكتر واحد ثابت في مركزه بيرسي تاو، ولكن الثلاثه اللي تحت سواء طاهر او حسين او عبد القادر كان في عدم مركزيه. صح. عدم المركزيه ده خلى حتى الرقابه اللي واضحه ان المدرب وفاق كان مركز على المان خلاهم يتلخبطوا، لان انا حتى وانا بلعب مان انا بضطر اتحرك مع الراجل واسيب مركزي، فتتلعب الكره لحد تاني متحرك. النادي الاهلي برضو عنده لعيبه عندها خبره كبيره بيقدروا يتحركوا بشكل مميز وشكل كويس وفي وقت كويس. فده عمل مشكله للفريق وفاق. انت راجل معتمد على المان بالنسبه لخط اللي ورا، الناس لما تتحرك مع المان وتخلق وتفضي مساحه لعيبه النادي الاهلي بيتحركوا فيها بشكل كويس، بيستلموا الكره بشكل كويس. عشان كده النادي الاهلي النهارده وصل لمرمى سطيف بكثافه، ضيع. صحيح. بكثافه، كان فيها اريحيه في الاستلام علشان عدم مركزيه الثلاثه اللي تحت بيرستاو. عظيم جدا. حضرتك شفت النهارده لعب 4 2 3 1 ولا لعب 4 يعني هي 4 2؟ لا، هي هو النهارده لعب يعني تقريبا 4 2 3 1. يعني لان كان ديانج وحمدي في نص الملعب، وكان في ثلاثه اللي تحت بيرستاو مع عدم المركزيه بتاعتهم، ما كانش في صانع العاب. صحيح. ولكن الثلاثه كانوا يعني في سرعات وفي باص، شوف عبد القادر شويه على الشمال، شوف حسين شحات يمين، شوف طاهر مهاجم ثاني جنب بيرستاو ويرجع بيرستاو بالمكان. صح. ولكن كانت اقرب ل 4 2 3 1. صحيح. بس هي فعلا قوه النادي الاهلي النهارده هجوميا كان في الاربعه اللي قدام، الاربعه عدم المركزيه والتحرك، وعملوا خلخله لفريق الوفاق اللي كان. انا من وجهه نظري النهارده يعني حته المان وانت بتلعب مع النادي الاهلي دي خطر جدا جدا لخبره النادي الاهلي. صح. النادي الاهلي طول عمره عنده خبرات ولاعيبه كبيره ولاعيبه بتلعب في بطولات كتير وتعرف تعمل لك خلخله، خاصه كمان لما اتطرب منك واحد وبتحافظ على نفس الكيفيه ونفس الطريقه. النهارده كان في كرات كتيره، وحضرتك وضحت لي دلوقتي انه هاني كان واضح انه واخد واجبات انه يثبت، يعني في كرات كتيره كان بيبقى في مساحه ناحيه اليمين واللعيب اللعب بيتكون في نص الملعب ناحيه اليمين، ما كنتش بشوف فيها محمد هاني، لان الراجل يعني هو بيعتمد دايما في طريقه التحضير على ثلاثه من ورا. لما حمدي والسوليه وديانج بيلعبوا، فهو بينزل حمدي وسط الاثنين السردباكين عشان يبداوا الهجمه من ورا. فالنهارده هو ما عملش ده، ادى تعليمات لحمدي انه يكمل لقدام مع الثلاثه حسين وطاهر وعبد القادر، اصبح اللي بيحضر مين؟ السردباكين، ومعاهم ظهير. فهو فضل القدرات الهجوميه تكون اكتر عند علي معلول، وهاني هو اللي يثبت في اوقات كتير في التحضير يعني. طيب.